مجيد مجيد قيطان اخذ لي ورقتين كل واحدة من لون. هاي واحدة الرابع هذا عندنا ايه هاي الثانية. مجيد قيطان اكتب بيت دارمي عن حنان الأب ورعايته. اكتب بدل الوقت. من جد مبوي تراب جميل. من جد مبوي تراب آخذ ولم بيه أحروز أسوى حروز وتبارك عليه. حلو الله جميل. عيده هذا البيت. من جد مبوي تراب آخذ ولم بيه أحروز أسوى حروز وتبارك عليه. جميل جدا. مجيد قيطان كملت البيت بدقيقة، بقال لك أربع دقائق تجاري لهذا البيت أو ترد علي. أكتب البيت. أستانس بدقات محبوب بي، أستانس بدقات محبوب بي، دقت قلب بضلوع ما بي أذية. للشاعر إبراهيم الكوفي. بدأ الوقت عندك. أستانس بدقات محبوب بي، دقت قلب بضلوع ما بي أذية. الوقت بادئ لك. أستانس بقعدات محبوب وياي، دقات أستانس بمقعد. عفو هذا الرد مالتك؟ رد ايه. نعم تفضل. أستانس بمقعد محبوب وياي، بس لو بعد يا ناس يقطع هو وماي. عيد البيت للجنة. أستانس بمقعد. سريد أريد بي بعد روحية أكثر، أريد روحية أكثر إلقاء أريده. إيه حتى تقنع ماجد مفتن السفاح. أستانس بمقعد محبوب وياي، بس لو بعد يا ناس يقطع هو وماي. اللجنة سعد الجنابي. مجيد هذا البيت جاريت لو رديت على جاريت. أستانس خدت المفرد يعني مو ما تحسب مجاراة، لأن هو ذاك يستانس بالأشياء السلبية اللي يسويها ويا محبوبه. أنا جاريت استانس عكس سويت. ها؟ المجارات لازم تكون نفس القضية، أيضا تستانس بأشياء سلبية. يعني تستانس أي واحد ترى يستانس. أستاذ هي المجارات أول تأخذ أول مفردتين من لا 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 مو هيك مو هيك المجارات. المجارات تكتب بنفس الطريقة أو 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 بنفس الهدف. نفس لكن الهدف. لكن هذا أنت كتبت رد وليس مجارات. البيت الأول يقول من جد مبوي تراب آخذ ولم بيه حروز أسوي حروز وأتبار. ليش هالتكرار؟ ليش؟ وارد التكرار. التكرار إذا كان في محله. لتمشية الوزن. احسنت. أيه. يعني للوزن اخذت. جميل جميل. هاي تحسب عليك يعني. لا لا تمشية الوزن. تمام. راح يوقف عندك وزن. تمام تمام تمام. يعني ما تقدر تلقى مفردة ثانية غير التكرار توزن بها البيت. هواي مفردات. شفت؟ المفروض تختار مفردة غير هاي المكررة تمشي الوزن بها. اتمنى لك التوفيق من جديد. ابو رياض ماجد مستر السفاح. يعني القاء جيد والكاريزما ايضا جيده. حسن ابو الحديد. حياك الله سيد حامد. حياك الله. الله محيصتك وزينك طيب. البيت الاب يعني الموضوع اعطيت يا سيد حامد على الاب مو؟ نعم. اي اقرا لي البيت. ما كتبت انا بصراحه. انا اقرا لك. اسمع مرخص من جد مبوي تراب اخذ ولم بيه حروز اسوي حروز وتبارك عليه. هذا البيت بيتك يعني ليش ما تكتبه؟ ما تريده؟ يعني بس استقراب الفضائيه؟ اسمع
من جد مو ابوي تراب اخذ ولمبي يعني هاي فكره كامله. نعم اخذ ولمبي فكره كامله. حروز اسوي حروز واتبارك عليه ما يصير. اتبارك عليه شلون؟ اتبارك بي تبارك بي ومن جد ما اخذت تراب وتبركت بي مثلا يعني هيك هذا قافيه ابو زينب اشوفه اشوفه بسيط يعني انا اشوفه بسيط. الرد او المجاره يعني انا ما اشوفه لا يمن الرد ولا يمن المجاره. استانس بمقعد محبوب وياي ذاك البيت يقول استانس بدقات محبوب بيه دقه قلب بالضلوع ما بي هديه. المجارات يعني مثلا لا سامعينها ولا ما سامح انا اقول لك بيها مجارات تعبر لا شنطين يدحج ظهرها اجت ثاني قال تعبر لا شنطين واصل واصل لذنها ذاك يقول تعبر لا شنطين غطنه وغطاها هاي المجارات مو نفس الموضوع نفس الموضوع يزيد علي ياخذ من الصدر ويكتب عجز وحده هسه هذا هو والرد تعرفون الرد شلون يعني اتمنى لك كل التوفيق كل التوفيق يا مجيد الصالحين اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله.